توقيت استراحة القوات الإسرائيلية بعد ساعات من حماية آليات نبشت قبور المسلمين وجرفت مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا. توقيت استراحة يعكره صوت المحتجين الفلسطينيين هنا، أصحاب الأرض والتاريخ وكل شيء. عندما اعتداء بلدية الأبيب بتم على مقابر المسلمين في يافا بتهجيرهم وتجريف هذه المقابر، ونرى ما يجري هنا في مقبرة الإسعاف، فهذا هو أمر لا يقبل. سياسة اقتلاعية ممنهجة تمارسها إسرائيل وقضاؤها، وهو الذي رفض مطالب العرب الفلسطينيين لإلغاء قرار تجريف المقبرة، سياسة وبحسب الناشطين هنا لا تهدف إلا إلى استئصال التاريخ العربي لصالح مشروع إسكاني إسرائيلي. بلدية الأبيب والسلطات الإسرائيلية كأنها تتعمد البحث عن المقابر الإسلامية والمقدسات الإسلامية لبناء حضارة عليها، فسؤال المستغرب هنا كيف يتم بناء حضارة وبناء حياة على أنقاض الأموات؟ المشهد هذا بكل تفاصيله إنما هو حلقة من سلسلة محو المدينة وتهجير سكانها وخنق ما تبقى من هواء فيها بواسطة هذه البنايات الضاربات في السماء. إسرائيل تكرم مواطنيها على حساب كرامات الموتى الفلسطينيين. إسرائيل توزع المساكن منتهكة حرمة أهل المدينة الساحلية. ليست المرة الأولى لكنها الأحدث، والتي تجري توازيا مع حملة تصعيد في الهدم والتهجير هنا داخل الخط الأخضر كما على جانبه الآخر. أمير خطيب، تلفزيون العربي، مدينة يافا.